أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، أنا وفريق نبض الصحي، أنا وروان وبراء وكل كادر البرنامج منرحب فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الصحي نبض. أهلا وسهلا روان وبراء، كيف الحال؟ روان إيش محضرتي لنا اليوم؟ اليوم بفقرتنا رح نشوف شباب التحدي وين وصلوا، ورح اليوم نشوف بتقرير صورناه معهم كيف يستخدموا أو كيف يتعلموا الحصص الغذائية، كيف يستخدموا إيدهم وإشياء بسيطة حتى يعرفوا الحصص الغذائية وكيف يحسبوا سعراتها. حلو، يعني الواحد يعرف شو ما أكل قديش عم بجمع للعدد الكلي من السعرات اللي بيطلع له باليوم. بالضبط، وحتى يعرف الأشياء الأساسية يعني. حلو كتير. براء إيش عنا اليوم؟ اليوم راح نشوف الشباب وين توصلنا معهم بالمشوار التدريبي وجرعة الحماس اللي أخذوها بعد ما شافوا حجم الوزن اللي هم نزلوه. خلينا هلأ نرحب بجمهورنا اللي معانا بالحلقة اليوم. معانا شباب وصبايا جامعة الزرقاء، أهلا وسهلا فيكم. أهلا أهلا. موضوعنا الرئيسي اليوم هو التوحد. التوحد من المواضيع اللي بنقدر نوصفها إنها مش كتير واضحة بعقول معظمنا، بنسمع عنه، بنحضر أفلام، بنقرأ روايات، ولسه في بداخلنا أسئلة كتيرة. هلأ هاي الأسئلة هي اللي إحنا بنبض بدنا نعرف إجاباتها العلمية والدقيقة. ضيوفنا لهاي الفقرة استشاري أول أمراض دماغ وأعصاب أطفال كلية الطب بالجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة الأردنية للبروفيسورة الدكتورة أميرة المصري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. وإحنا معانا كمان ضيفة أخرى على فقرتنا الطبية لليوم، وهي أستاذ مشارك في العلاج الوظيفي في كلية علوم التأهيل الجامعة الأردنية الدكتورة سنة أبو الذهب. أهلا دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة أميرة ودكتورة سنة. وهلأ رح نبدأ بالتفاصيل، بس بالأول رح نروح فاصل صغير ونرجع مع تفاصيل مرض التوحد. ورجعنا ببرنامج نبض وفقرتنا الطبية الرئيسية، موضوعنا التوحد. دكتورة إذا بدنا نعرف مرض التوحد إيش ممكن نحكي عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التوحد موضوع زي ما تفضلتي كبير وشائع وشائك، والناس عندها كثير من الخرافات يمكن، وكثير من الأوهام، وكثير من التخوفات. فإن شاء الله بتعريفنا اليوم بحلقتنا اليوم نحاول إنه نزيل بعض الغموض، نقيم بعض التخوفات، نحكي عن بعض الأشياء المش مزبوطة، وندل الناس إن شاء الله على الطريق الصحيح. هلا تعريف التوحد بشكل عام هو تأخر في التطور، وأكثر شيء بيكون التطور متأخر في التواصل الاجتماعي السلوكي، وتطور اللغة بتكون متأخرة. نعم. سواء الكلام، قدرة الطفل على الكلام أو قدرته على فهم الكلام. فهذه هي تعريف التوحد، وهلأ حاليا صاروا يسموه أطياف التوحد، لأنه قد لا تكون كل الأطفال، مش كلهم قد يكون عندهم نفس الأعراض. في ناس ممكن تكون الأعراض عندهم خفيفة، في ناس بتكون الأعراض شديدة. فهلأ اتفقوا عالميا أنه خلينا نسميها أطياف توحد، سمات توحد، لأنها بتمر بدرجات، لأنها هي درجات، مش تعريف واحد. صحيح. نفسه هي من إشي خفيف لإشي شديد، ولكنها بنفس المحور، تأخر سلوكي اجتماعي لغوي. تمام. طيب هذا الرأي العلمي والتعريف العلمي. إحنا كاميرا نبض طلعت وسألت الناس، قالت لهم شو بتعرفوا عن التوحد وهل إله علاج ولا لا؟ خلينا مع بعض نشوف الإجابات ونرجع نشوف رأيك في هاي الإجابات. خلينا نشوف التقرير. التوحد هو بداية مش مرض، يعني حسب ما أنا درست الموضوع هو عبارة عن اضطراب عصبي نمائي بصيب البني آدم من عمر 0 ل 40 شهر. ينتج عنه ضعف بالتركيز، تكرار للحركات، انعزالية للطفل. اللي هو مرض بيكون في الفرد شوي منعزل عن المجتمع، بس بيكون في عنده نسبة من الذكاء، وأغلب حاجاته بتكون إنه يعمل بمارس كل أعماله وفعالياته بتكون لوحده. طبعا هي أكثر إشي سببها العائلة أو الفرد الاجتماعي أو المدرسة أو الحارة أو البيئة اللي بيكون حواليه أو اللي بيكون معاني منها. مرض التوحد هو مرض بيجي للإنسان من الولادة ويظل معاه طول عمره، يعني من أول حياته لغاية ما ماتوا، هذا اللي بعرفه عنه. نعم له علاج، وفي ناس كثير تعالجوا من هذا العلاج. أكيد يعني لهذا المرض علاج، يعني شان وشان أي مرض آخر. أكيد في علاج، أن الأم هي الأخصائية الأولى لعلاج طفلها، الأم وليس أي طبيب آخر. أكيد له علاج،
بس مش بالحبوب بالنسبة إلي أنا. العلاج بيكون نفسي، أتوقع فيه مسكنات إنها بتخفف حدة المرض أو بتخفف حالته، بس كعلاج لا. يعني ما في إنه علاج كامل، بس ممكن نعطيهم إرشادات وممكن نعطيهم أشياء تساعدهم على إنهم يتخطوا مشاكل بواجهوها في المجتمع. زي ما شفنا آراء مختلفة، لكن الناس عندها فكرة عن الموضوع، يعني إلا ما تكون سامعة فيه، إلا ما عندها هيك معلومة صغيرة. هلأ عندك إذا هاي المعلومات دقيقة ولا لا؟ ما بعرف كيف شفتي الجبهة. يعني هو الريبورتاج اللي حط جميل جداً، لأنها فرجينا نبض السوق، نبض الناس، شو عم تحكي للعالم، وإحنا هذا اللي بدنا إياه. يعني بدنا نشوف شو بتفكر الناس ونحكي إيش الأشياء الصحيحة وإيش الأشياء المش صحيحة. أشياء كتير انحكت صحيحة ورح نحكي عليها هلأ بكلامنا إن شاء الله، بس في إشي بدي أحكي من أولها هيك عشان ما ننسهوشي على اللي حكى إنها العائلة هي السبب. فهذه يعني خلينا نريح الناس ونريح الأمهات والأبهات ونقولهم إنها كان في نظرية اسمها الكولد بيرنتس، اللي هي الأهالي الباردين الجافين أو اللي يعني بتعاملوش كتير مع أولادهم. فإحنا بنشوف كتير أميات بيجوا بيقولوا لحق علينا، إحنا بنشتغل تركين الولد عند الشغالة قاعد طول النهار مش فاضين له، تركينه على التلفزيون، لحق علينا. فإحنا بنقولهم إنه لا، الدراسات بتقول، كل الدراسات العلمية الحديثة الجديدة بتقول إنه الأم والأب ما إلهم دخل. اللي بده يطلع عنده توحد رح يطلع عنده توحد شو ما كان يكون، واللي ما رح يطلع عنده توحد لو شو بعملوا فيه أهله، عملوا منيح مش منيح، مطلقين مع بعضيهم، منفصلين، بيلعبوا أولادهم، بيشتغلوا بيشتغلوش، كله نفس الشيء. هاي النتيجة العلمية بتريح الناس، فهاي النتيجة العلمية هذه بس بدنا إياكم إنكم بدنا الأهل إنهم يكونوا مرتاحين، علشان الشخص اللي بيكون مرتاح وما عنده شعور بالذنب بيقدر يشتغل كتير منيح مع أولاده، بيقدر إنه كتير يحسنهم. مزبوط. فهاي يعني النقطة خلينا من أولها نكون متفقين عليها، نكون واضحين فيها. طيب خلينا نشوف مع بعض هلأ إذا في أي أسئلة من الشباب والصبايا اللي قاعدين معانا. عتبة تفضل. عتبة القريوتي، جامعة الزرقاء، أدب إنجليزي، سنة رابعة. كنت بدي أسأل بالنسبة لقديش نسبتهم في الأردن اللي عندهم مرض التوحد. تمام، شكرا يا عتبة، سؤال كثير مهم. هي قد حجم هاي المشكلة؟ شكرا عتبة على هذا السؤال. نحن بالأردن ما عندناش دراسة بتعد الناس. السبب كتير بسيط، إنها الناس بالبلد بتستحي. يعني أنا كانوا طالبين مني إنه نجيب مرضى، فقلت لهم مستحيل لأنها الناس ما رح ترضى. مش عارفة ليش التوحد بالذات الناس يعني أسهل لهم أحكي لهم عندهم تأخر عام، ولا مثلا شلل دماغي ما احكي توحد، مش عارفه ليش. يعني مش عارفه ليش النظريه هاي اللي عندنا اياها. عشان هيك ما عندنا احصاءات، مع انه عندنا دراسات رح نحكي عليها، بس قديش العدد بالاردن مش معروف. لكن اكيد عتبه ما في عياده الا بنشوف فيها 2-3 جداد، وعندنا عده عيادات بالاسبوع، فهي نسبه عالميا عمالها بتزداد. هلا شو السبب؟ شو سبب الازدياد؟ هل الوعي اللي زاد؟ يس، هلا هذا اللي بدنا نحكي، انه شو سبب الازدياد؟ ليش هيك؟ شو اللي صاير؟ عن جد احنا في عندنا مشكله؟ يعتقد انه للزياده في عده اسباب. السبب الاول انه احنا صار عندنا وعي اكثر، صرنا نشخص الحالات اكثر. الشيء الثاني الناس صار عندها وعي اكثر، صارت تجيب لنا اولادها. الشغله الثالثه انه قد يكون هناك عوامل اخرى بيئيه الى اخره. والشغله الرابعه انه كنا زمان نصنفهم تصنيفات ثانيه، يعني ممكن زمان كنا نحكي عليهم مثلا اعاقه او تاخر كلام، او يعني كانت تصنيفاتهم مختلفه. فمع التصنيفات العالميه الجديده ووضع السمات الواضحه والامور صارت ادق، فصار الواحد يشخص اكثر. تمام. طب هلا اهم سؤال واللي اي حدا عم بيحضرنا بخطر عباله، شو الاعراض اللي الاهل اذا شافوها على اولادهم يبدوا يقلقوا؟ لانه بتعرفي هالايام الناس صحيح. مع الافلام وهذا الحكي، اذا الولد صفن له 5 دقائق زياده الام بتنشف. اوكي، احنا رح نحكي على التطور ورح نحكي على الاعراض، بس نتذكر ان هالاعراض بدها تكون كلها متلائمه مع بعضها. نعم. مش يطلع لنا إشي الولد عنده إياه مش موجود نروح نخاف. فإحنا الحلقة مش علشان نخوف الناس، الحلقة حتى نزيد الوعي ونحكي على السمات اللي الواحد فيها إذا شافها يجيب الأطفال لعنا. فهلأ لو نيجي عشان نعرف إيش الخلل، لازم نعرف إيش الطبيعي. حلو. فإذا نجينا نحكي على تطور الأطفال، الطفل بمر بعدة مراحل من التطور. سبحان الله، كل ما بنكبر كل ما بنتطور، وما في مرحلة لا توقف التطور عند الإنسان. فالطفل من وقت ما ينولد نقدر إحنا نعرف بعض الدلالات على تطوره. فمثلاً التواصل الاجتماعي البصري موجود عند الأطفال من الولادة. صح، الطفل بيكون نظره ضعيف، بس لما بتكون إمه حاملته بتكون بتطلع عليها، بتكون شايفها بجميع تفاصيلها، بتكون شايفها ملونة،
دائما الناس بيفكروا انه اول ما نولد بنشوف ابيض واسود، فاحنا لا بنشوف ملون وبنشوف من اول يوم، ما استناش لل40 ولا لل3 اشهر ولا، فهي من اول يوم بقدر الولد والماما بتقدر انها تقرر انه ابنها عم بتطلع وعم بتبعها. بنمر بنصير عمرنا 3 اسابيع على 5 اسابيع بصير الولد يتبسم كتواصل اجتماعي، يصير تلعبه ويصير يتبسم لأهله، مش تبسمة الملائكة هاي اللي حالها، لا بسمة اجتماعية تواصلية. بيكبر الولد بصير عمره 3 أشهر، بتصير الأعراق، بتصير التطور كمان أوضح وأوضح، بصير تواصله أكتر، ببلش اللغة تبلش معانا تظهر، بصير في عنده نطق، بتبلش المناغة، تبلش أول شيء حرف الإغ لأنه هو الأسهل، بتبلش المناغة. على 4 أشهر بصير يضحك، بصير نلعبه بيضحك بقهقه بصوت عالي. على 6 أشهر 7 أشهر بصير إذا شاف الأكل ينبسط يرفرف، إذا شاف حاله بالمراية يتفاعل. 9-10 أشهر بصير يخاف إذا حدا مسكه غريب، بصير يخاف منه، بصير يعرف أمه إذا راحت. على 10 أشهر بصير يأشر باي إذا حدا رايح. على السنة بصير يأشر بالأصبع بدي. أوكي؟ لقدام شوي بصير يتواصل باللعب، بصير عنده تخيل باللعب، إذا أعطيناه مثلاً دائرة أو مخدة بعملها سيارة، إذا أعطيناه عصاي ممكن يعملها حصان، إذا أعطيناها للبنت لعبة ممكن إنها تنشطها تنيمها، فبصير في عنا تخيل باللعب. نعم. هذا التطور اللغوي والتطور الاجتماعي. التطور اللغوي زي ما حكينا على 3 أشهر من ناغي، على 6 أشهر بصير نحكي با دا، على السنة بصير نحكي لنا كلمتين مع بابا وماما، 18 شهر بنحكي لنا 6 كلمات بس بنكون مخزنين تقريبا 300 كلمة. علشان هيك على السنتين بيعملوا الأولاد جمل، بنطلقوا بيعملوا جملة من كلمتين. فهلا لما بنحكي احنا عندنا تأخر، فبده يكون عندنا تأخر على الحدود هاي اللي حكيناها. كيف بدها تبلش عندنا أعراض التوحد؟ هلا تشخيص التوحد هو ما في فحص دم أسحبه أنا وأقول أنا عندي ولا ما عندي. التشخيص سريري، هي الأعراض السريرية اللي بنسألها للأهل. فبنبلش نسأل، بتبسم بتطلع طبعا حسب العمر. حوالي 50% من الحالات بتكون التأخر طول عمره. يعني طول عمره لا تطلع، ما بتطلع، ما بيحكي، ما بيناغي، بتواصلش مع أهله كأنه لحاله. و50% تانيين لا، بيكون الطفل لعمر 9-10 أشهر كتير منيح، بيكون بتطلع بيناغي، بحكي بابا بحكي ماما، ببكي إذا راحت أمه، إذا حملوا حدا غريب، بضحك مع أهله، بتواصل معهم، والناس حتى بفرجونا إنه طلعوا مثلاً عنا على الفيديو مصورينه، إنه تواصله كتير منيح. فجأة 9-10 أشهر بصير تواصل البصري أقل، بكاءه أقل، إذا جاع ما بيبكي، ضلوا قاعد بالتخت، ممكن لأي صفنان، ممكن تفحص على إيديه بالمراحل الأولى من عمره، أكله بصير خفيف. وهون ببلشوا الأهل يلاحظوا إنه صار في خلل ما، فهون بيجيبوا الأهل أولادهم. يعني إما من البداية، أو على 9 أو 10 أشهر بيكونوا متأخرين، فالأهل بالعادة بيجيبوا أولادهم إنه أنا ابني صار عمره 2 سنين، صار عمره 3 سنين لساته ما بيحكيش. وإما بيجوا إنه بيكون الولد كتير منيح وفجأة تبلش الأعراض إنها تظهر. عادة ما بتبلش تظهر الأعراض 9-10 أشهر، بعض الحالات ممكن تبلش على 18 شهر لسنتين، سنة ونص لسنتين. بيهتموا بأشياء ما بيهتموش فيها الأولاد العاديين الطبيعيين، فممكن يعمل ليجو مثلا، يركب المكعبات صف جميل جدا، يكون مثلا نمط احمر اصفر اخضر، مربعات مع بعض، مثلثات مع بعض. فالواحد لما بيطلع بيلاقي فيه يعني نوع من العبقريه بالتصنيف او فيعني الذكاء مش معدوم. دائما نحن بنحكي الحياه نسبيه، فانه احنا بنحكي توحد او سمات توحد بس مش معناها انا صفر. في كثير اشياء ثانيه موجوده عندهم قد يكونوا مبدعين فيها. فممكن السيارات لما يجي يلعب بالسياره بتكون عباره عن صفصفه، لو بدهم يلعبوا مثلا سباق كراجات ما فيش تخيل باللعب. بالعاده بكون هلا انا بخاف هلا كل ام ابنها رتب الليجو بالوان، لا لا احنا زي ما حكينا قلنا بدنا ناخذ الاعراض كلها مع بعضها كامله متكامله متكامله. مش نمسك سرحنا شويه ولا صفنالنا شويه ولا، لانها من ضمن الاعراض كمان انه ممكن ننادي الولد على اسمه ما يرد، وهي واحدة من العلامات اللي الناس بيفكروا انه الولد عنده ضعف بالسمع فبروحوا بيعملوا فحص السمع. وهو اصلا فحص السمع روتيني لازم نعمله لكل الاولاد اللي بنحس انه عندهم مشكله توحد او سمات توحد. فبتناديه للولد ما بيسمعش بردش، بينما لو على التلفزيون اغنيه بحبها بيجي من اخر غرفه يسمعها. ليه؟ لانه بيسمع النغمات ولكن ما بيفهم اللغه، فهو الاغنيه سمع موسيقيتها، سمع الموسيقى تبعتها، فحل ما حلل كلماتها. يمكن يحكي كل الكلمات، كل كلمات الاغنيه رح يغنيها بس ما بفهمش ولا كلمه منها. مش عانيته. فهذه بنسميها الايكولاليا، اللي هي تكرار الكلام
بس ما بعرفش ايش هو من غير ما يفهم شو معناه. هي فقط نعم. التكرار نعم. احنا ما بدنا شيء تواصل اجتماعي. فهي كمان ننبه عليها، يعني التلفزيون، الكمبيوتر، التابلتس، الايباد، هي نحاول نشيلها بحيث انه الولد يصير مختلط اكثر بالبيئه المحيطه فيه. تمام. من الاعراض الثانيه ممكن تكون مصاحبه، اذا بتحبوا برضه نقلب الصوره، وهي قليله، ممكن انهم يأذوا حالهم، مثلا عض، إذا مثلاً عصب على شغلة ممكن يصير يصرخ. مرات جزء منهم بيكون عندهم حركة كتير زائدة، فمثلاً لما أبعتهم على علاج النطق ولا على العلاج الوظيفي بيكون القعدة قليلة والتواصل قليل، فممكن نعطي بعض الأدوية اللي تعدل هاي السلوكيات المصاحبة. نعم. بحالات كتير كتير قليلة ممكن يكون معانا مصاحب كمان تشنجات صرعية أو نوبات صرعية، طبعاً هذه إلها برده إلها علاجها. وقبل ما ننسى برده هوني نذكر وننبه الأهل إنه كل الناس بدها نعمل تخطيط للدماغ، فنقول لكم إنه بليز ما تعملوش، مشان الله ما تعملوا تخطيط للدماغ، لأنه جزء كبير من الأولاد اللي عندهم توحد إذا عملنا التخطيط رح نلاقي كهرباء زائدة. هيك هاي الاحتماليات والنسب العالمية. ولا يعالج اللي عنده كهرباء على دماغه، 10% من الناس الطبيعيين يمكن لو نعمل إلنا نلاقي في عندنا كهرباء زائدة، لا تعالج. ظهرت الأعراض نعطي دواء. فما في داعي نغلب الولد ونروح نعمل تخطيط دماغ وبعدين نقعد حيرانين مش عارفين شو بدنا نعمل. صحيح. طيب تظهر الأعراض بنحط. تمام. إذا بعد الأعراض خلينا نشوف بس جمهورنا إذا خطر على بالهم أي أسئلة. ولا تفضلي. سؤالي هو شو ممكن تكون أسباب توحد؟ تمام. شكرا يا ولاء. شكرا يا ولاء على هذا السؤال. الناس دائما تسأل هذا السؤال، إنه ليش أنا صاب ابني، ليش إحنا، شو في بعيلتنا حتى إنه صابنا. الحقيقة إنه الأسباب ب 95% من الحالات السبب مش معروف. ما حد عارف شو اللي صاير وليش هيك الطفل فجأة بيكون منيح وفجأة بصير مغلق. أوكي. 5% من الحالات إلها أسباب معروفة رح نحكي عليها هلأ، لكن يعتقد إنه هناك عوامل جينية وبيئية، تنتين بتلعب دور، وهي لا الجينية احنا عارفينها ولا البيئية احنا عارفينها. لكن هاي النظرية الأخيرة اللي بتعتقد انه قد يكون هناك علاقة ما بين الجينات وما بين البيئة المحيطة، صار فيها خلل ما فظهرت الأعراض. نحن كأعصاب، كدكاترة أعصاب أطفال، بنحب انه لما نفحص الأولاد نتأكد انه نحن ما عندنا سبب وراء التوحد، لأنه في التوحد اللي ما قالوش سبب، لكن في أمراض أخرى كثيرة بالأعصاب من ضمن أعراضها وجود سمات التوحد. فمثلاً الصورة الفوقانية، صورة الطفل اللي بالأبيض والأسود، هي متلازمة اسمها متلازمة فراجايل إكس. تشخيصها كتير سهل، هي بتصيب الذكور، بيكون عندهم إعاقة أو تأخر عام. وجههم لهم سمات معينة، الوجه بيكون طويل، الأدنين بتكون طويلة، لكن بالأطفال الصغار بتكونش واضحة كتير، بتكونش عليهم الأعراض كتير واضحة، وبيصيب الذكور، بيصيبش الإناث، الإناث بيكونوا ناقلين للمرض. نعم. فهدولي ممكن يجونا فقط بأعراض توحد. فعشان هيك كل الأطفال اللي عندهم أعراض توحد روتينياً بنعملهم فحص الكروموزومات العادي حتى نتأكد إنه فيش خلل على أحد كروموزوماتهم، بنعمل الكروموزوم الإكس، هذا برضه فحص مفصل. تمام. متلازمة تانية أو مرض تاني هو مرض دفين الكوتونيوريا. يعني بتذكر أخت عنود كان عندي طفلة جابتها أمها على عمر يمكن 3 سنوات، طلع عندها توحد، فمن ضمن الروتينيات اللي بنعملهم هو فحص الفين الكوتونيوريا، طلع عندها موجب. فبعد ما شخصناها بتيجي بتحكي لي أنا بنتي الكبيرة عندها تأخر، ليكون عندها زيها. هلا لو انها بنتها الكبيره اللي قبلها جبناها وكنا فحصنا عليها وكشفناها، كان قدرنا انه من اول ما انولدت البنت الثانيه نعمل الفحص، وكان سحبنا من الحليب نوع معين من البروتينات وكانت طلعت طبيعيه. صحيح. فهلا هذا مرض بالاردن الحمد لله بنعمل له مسح سريري، كل الاولاد اللي بنولدوا بالاردن هلا بتتخذ لهم من كعب الرجل، بنعمل للغده الدرقيه وبنعمل لفحص الفين الكيتونيوريا عشان يعرفوا الاهل من اولها عندهم او بالضبط. هلا اذا عندنا بنقيم جزئيه من الحليب، بنعطى حليب خالي من الفين الانالين. نعم. متلازمه ثالثه اعراضها بتكون واضحه على الجلد. هلا ما تتفرجوا على حالكم، جزء كبير من الناس عندهم هاي الوحمات ممكن تكون طبيعيه، لكن زي ما حكينا دائما الامراض اللي بدرسوا الطب الاول بشوفوا كل الامراض عندهم، بدخلوا بامراض الرئه بصيروا يصعلوا، بدخلوا بامراض السرطان بصيروا كل شويه مره راسه مره بالضبط، فتتفقدوش. هي اعراض بتبين كلها مع بعضيها. بعض البقع على الجلد ممكن تكون لها دلالات، ممكن نعمل عليها صوره للدماغ نلاقي في تكلس، هي متلازمه تيوبروسكليروسيس، قد تكون من اعراضها سمات التوحد. فاحنا وظيفتنا كاطباء دماغ واعصاب انه نتاكد انه فيش خلل عضوي. مثلا متلازمه داون بالعاده حبابين ولطيفين واجتماعيين
يعني دمثين كتير، نسبة كتير بسيطة منهم ممكن يجوا بأعراض توحد. نعم. متلازمة أنجلمان بردهم من هي برده بيكون في عندنا خلل على كروموزوم 15، بيكونوا برده لذيذين وحبابين، ومن اسمهم أنجلمان اللي هي زي الملائكة بتبسموا كتير وتحكوا كتير، بس جزء بسيط منهم ممكن يكون برده عندهم سمات توحد. مرض آخر نيوروفيموتوزيس نادر جدا ما يجي معه سمات التوحد. يعني بس الرسالة الرسالة إنه إحنا لازم نتأكد إنه أنا ما عندي أي إشي من هدول الأمراض، لأنه بدي أحكي شو احتماليتي أنا بالحمل الجاي إنه يجيني طفل مصاب. نعم. فأنا إذا عندي متلازمة فينيلكتونيوريا احتماليتي 25%. نعم. إذا عندي مثلا متلازمة فراجايل إكس إذا كان ذكر بكل مرة احتماليتي 50%. نعم. إذا ما عندي احتماليتنا تقريبا 5-8% بكل حمل. طيب هلأ أنت بخبرتك دكتورة وبهال المرضى اللي بتشوفيهم، هل عملتوا دراسة وطنية طلعتوا فيها بدلالات معينة أو نتائج؟ هلأ هاي الدراسة احنا عاملينها على مرضانا خلال 10 سنوات من مستشفى الجامعة الأردنية، راجعنا الملفات وطلعنا شو طلع معنا. هلأ دلالاتها جميلة، تطلع على الأسباب، لأنه احنا قد تكون أسبابنا مختلفة عن العالم. نحن دولة فيها زواج الأقارب أعلى، قد تكون نسبة الأمراض الوراثية أعلى. بدراسات سابقة عملناها على التأخر العام لقينا الأسباب مثلا جزء منها كان شلل دماغي، جزء منها كان أمراض وراثية، فقلنا بركن احنا نكون مختلفين عن العالم. ولكن النتائج نتيجة الدراسة أجت تقريبا زي العالم، 95% ما عندنا سبب، والأسباب الوراثية ما كانت هالإشي الكتير. كان عندنا متلازمة فراجايل إكس، كان عندنا الفينيلكتونيوريا، يعني أكم من مرض زيادة، بس تقريبا طلعنا زي العالم. تمام. الأشياء الجميلة بالدراسة إنها خلتنا هيك نحس الناس إنها إيش الناس بتفكر. فمثلا كتير من الناس أجوا إنه مش عاجبهم كلام الأولاد، لكن صفر ولا حدا من الأجانا أجا قالنا والله أنا طفلي مش عاجبني تطوره الاجتماعي. وكأنه هيك الأشياء، يعني التطور الاجتماعي عندنا مش كتير مهم للولد. يعني الناس عندها ناس عندها يعني خلاص هذا صغير، يعني مش مشكلة، بكبار بصير لا حاله. هي التواصل الاجتماعي هو مهم، وإنه ننتبه لإيش إيش المناطق اللي فيها الطفل إذا حاد عنها في مشكلة برضو هاي مهمة. من الأشياء الثانية، إذا نحط السلايد الثانية اللي كانت برضو لها دلالة كتير مهمة عندنا إحنا وإحنا عم نشتغل مع الناس، إنه لاحظوا إنه اللي بيروحوا على مراكز كانوا 13% فقط من العينة، وهذا بيدلنا على إنه إحنا هلأ منشخص بكير، الناس صار عندها وعي أكتر، عم تجينا أبكر، عم بيجونا على السنة ونص وعلى السنتين. زمان يمكن قبل 10 سنين كانوا يجوني 6 سنين، شو بدي أعمل فيهم وين بدي أوديهم. هلأ عم بيجوني بكير، عم بيجونا سنة ونص سنتين وعم نكتشف الحالة، برضو عندنا مشكلة إنه وين نروح فيهم. مراكز يعني شبه قليلة، والموجود مكلف وغالي، ولعمر السنتين اللي هو يعني هو العمر اللي بدنا إياه، بدنا إياهم نلقطهم على عمر السنتين، لأنه هذا أحسن عمر نشتغل عليه. فمنوقف يعني بكثير من المرات عاجزين، بنحاول نحط بحضانة، نعطي شوية تعليمات للأهل، ولكن يعني إذا هذه نتيجة الدراسة يعني مهمة كثير إنه مين الناس اللي قدرت توصل. صحيح. فهي الناس اللي قدرت توصل قليلة. في فحوصات معينة يعملوها؟ هلا الطبيب بده يروح على طبيب مختص، يعني هو طبيب الأعصاب الأطفال أو طبيب، يعني حسب كل بلد فيها اللي بيشتغل. في بعض البلدان مثلا طبيب الاطفال بيكون مهيئ او مدرب انه يشتغل، المهم انه يكون طبيب بيعرف دكاتره الاطفال بشكل عام، ممكن انهم يوجهوا الاهل وين يروحوا. الفحوصات اللي بتنعمل هي اخذ السيره المرضيه، الفحص السريري، واللي بنعملها روتينيات هي فحص الكروموزومات العادي والاكس، وفحص الفينيلكتونيوريا. بشكل عام اذا الفحص السريري كويس وفحص الاعصاب كويس، الرنين المغناطيسي ما بي يعني ما ببينش فيه شيء، يعني ندفع حقه وما فيش. مرات تيجي ناس تقول خلص ريحونا نعملهم اياه. نعم. ولكن اذا ما شفنا بقع، ما شفنا شلل، ما شفنا شيء غريب على الوجه او اي سمات تدلنا على انه قد يكون في خلل بالدماغ، بالعاده بتطلع صوره الدماغ طبيعيه. وبرجع باكد انه تخطيط الدماغ ما في داعي له اذا الطفل ما عندهش تشنجات. اهم سؤال في الدنيا، هل له علاج؟ اكيد هو لكل داء دواء. ولكن سبحان الله ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاللي موجود لحد الآن حب الدواء، الناس بدها حب الدواء بتنطق. ما فيش يعني هيك من الآخر، علشان ما نضلش نلف وندور وإحنا عمالنا ندور على الدواء السحري. وفيش طفل زي الطفل الثاني، كل واحد له تلبيئة شغل مختلفة عن التلبيئة الثانية. فالعلاج الحقيقي هو أنه نحط الطفل بمركز كويس،
بشتغل معاه رح تحكي الدكتورة سنة شو هي الأمور اللي بتشغل عليها على الطفل. إذا في بعض الأعراض مثلاً حكينا المرات ممكن في تشتت، في حركة زائدة، في عنف، في أذى نفس مثلاً، في شوية اكتئاب، إذا في كلها هذه نعطيها الأدوية المناسبة لها. هلأ رح تسمعوا كتير من الأشياء اللي ما إلها دليل علمي وهي أكتر إشي الناس بيسألونا عليها، فرح نحكي كل اللي بنحكي إحنا هو علمي بحت، أي إشي ما إله علاقة بالعلم ننصح الناس إنه لا. فدايماً الناس بدها حبة تزيد التركيز، هو لو في أو في إشي بزيد الذكاء أنا أول واحد بدي أخده. صحيح. كلنا رح نأخده، في حدا ممكن يزيد ذكاء أو بالحبة الدواء ما يأخده؟ طبعاً مفيش. فحبة الدواء هيك تخلي الواحد إنه ينطق مفيش، إنه يزيد الذكاء مفيش، ولكن هو التأهيل هو الإشي الحقيقي للناس، يعني هو التدريب بيعتقدوا إنه هو مش مهم، لا هو أهم شيء هو الثانوي. هلأ في عدة أشياء بنحكى عليها ما إلها دليل علمي وبنحب إنه نحكي عليها لأنها مهمة إنه نوعي الناس عليها. أول شغلة بيحكوا على العلاج بالأكسجين المضغوط، جابوا مجموعة من الأطفال عندهم توحد ومجموعة تانية عندهم توحد، هدول أعطوهم أكسجين مضغوط وهدول ما أعطوهم، إحصائياً ما في فرق. نعم. أوكي؟ فلا ينصح بأخذ العلاج علمياً، لا ينصح بعمل جلسات الأكسجين لأنها ما بتحسن، بل على العكس في بعض الحالات ممكن صار عندها تشنجات، بعض منها صار عندها ضغط على الأذنين، فيعني لا ينصح. الإشي الثاني رح برضو بنسمع وبتحتيجي الناس بسأل عليه اللي هي نظرية الزئبق والمعادن والرصاص والنحاس، وإنه لو ناخد تحميلة تنزل كل هاي السموم، وخلنا نعمل فحص المعادن وخلنا نطلع لبرا وخلنا مش عارف إيش، هاي كلها ياتها برضو جابوا أولاد عندهم توحد وأولاد عندهم توحد، هدولي أعطوهم تحميلة تنزل المعادن وهدولي ما أعطوهم، إحصائياً تنين زي بعض ما تحسنوش، بل على العكس. معنا الأخت روان التغذية رح تقولنا إنه لما منخلص من الجسم من مادة أكيد رح تنزل معاها مواد كتير مهمة بجسمنا. نعم. قد نخسرها وإنه إحنا نتراجع على الورق. نعم. بتضل النظرية الثالثة هي نظرية الأكل، الحمية الغذائية اللي هي خالي من الجلوتين خالي من البروتين إلى آخره، نفس الإشي جابوا ناس وناس ثانيين، ناس عملوا لهم إحصائياً، مع إنه بتلاقوا على الإنترنت بتلاقوا إنه ناس بيقولوا تحسن ابننا مزاجه تحسن مزاجه تعدل، لكن إحصائياً رقم إحصائي ما في. اللي ما إله أعراض جانبية يعني بتقدروا إنكم تجربوا، اللي إله أعراض جانبية الجواب العلمي لا. فإذا يعني كتير شدوا إلا بدهم يجربوا بنقول لهم لازم يكون تحت أخصائي الشرف أخصائي تغذية، بحيث إنه أنا مش هقيم مثلا الحليب وهقيم البروتين واصفي بكساح. صحيح. عند الولد ولا اصفي بي بدل ما احسن بدل ما اكون بشغله اصير بشغل ثاني. صحيح صحيح. فيعني علميا بنقول اي شيء ممكن انه يكون فيه اي اذى الجواب لا. طيب خلينا نشوف معناته الشباب والصبايا والتوحد. هل يعني من الممكن انه المطاعم اللي بياخذوها الاطفال تكون سبب رئيسي لمرض التوحد، او هل لها اثار جانبيه المطاعم هاي للاطفال؟ شكرا. بالنسبه لمرض التوحد. شكرا عبد الله انك حكيت واثرت هاي النقطه. في دراسه طلعت بمجله كثير فخمه عالميه على المطاعم، وهي عملت ضجه كثير كبيره، قالوا فيها ان المطاعم هي سبب التوحد. وراها لما عملوا ابحاث ثانيه لقوا اذا هي كانت البحث هذا اللي بمجله كثير فخمه مزور، ونحط بنفس المجله بالبند العريض انه هذه مزوره، وانسحبت وانسجن اللي عملها. وبعديها عملوك لأنه يعني الأجانب بيعملوا كتير دراسات بردوش على واحد، بقولك لا بركن، عملوا كتير دراسات بعديها كلها أثبتت إنه ما فيش دليل بقول إنه عنا اللقاح بيؤدي إلى سبب التوحد، فهاي انتهت عالمياً ملهاش دخل. هلا تذكروا إنها المضادات واللقاحات اللي بناخدها بتحمينا لأنها جزء كبير من الأمراض. نعم. إشي بموت، إشي بشل، إشي بعمي، إشي بطرش، إشي يعني فيعني المطاعيم خط أحمر، كل الناس لازم تأخذ مطاعيمها، وما في علاقة أبدا، نطمنوا تماما إنها ما في علاقة نهائية ما بين المطاعيم وما بين التوحد. طيب هلا بدي أشوف بس آخر سؤال من الجمهور ونطلع بعدين مين. بس بدي أسأل إنه هل ممكن الإنسان المصاب بمرض التوحد في المستقبل يكون فعال بالمجتمع؟ شكرا يا علي. ودكتورة قبل ما نجاوب على هذا السؤال احنا سألنا نفس السؤال للناس، خلينا نشوف آرائهم ونرجع ناخذ الإجابة العلمية الدقيقة بالتقرير اللي رح نشوفه هلا. بالنسبة لمريض التوحد هل هو فعال في المجتمع أم لا؟ في المرحلة الأولى وأثناء فترة مرضه أكيد هو غير فعال بالمجتمع، وهو بحاجة إلى المجتمع للوقوف إلى جانبه. بعضهم يبدي ذكاء
جيد في بعض النواحي. لما رب العالمين خلقنا كل إنسان له وظيفة بهالكون، كل إنسان له موهبة، كل إنسان له جهاته الإبداعية. أكيد كون فعال إذا اجتمع، يعني تعاون مع المجتمع والأفراد، نتواصل معهم، نعلمهم شغلات إنه كيف يتواصلوا على الناس بطريقة إيجابية. حتى الأهالي بسبب ارتفاع تكلفة العلاج بيحرص إنهم ما يطلعوا ابنهم من البيت، بيضل ابنهم في البيت، فبالتالي ما بيندمج بالمجتمع. مش إنه هو بمنعهم تماماً عن الشغل، بالعكس في أشياء كثير ممكن يقدروا يعملوها ويساهموا بالمجتمع معنا. إذا اكتشفنا يعني نقطة الذكاء اللي عنده وعرفناها بنقدر نستغلها، وإحنا دورنا إنه نكون معاهم حتى إنه يكون زيه وزي أي إنسان طبيعي. أكيد فعال، يعني يجب حتى إنه على الدولة ترعاهم وتخرطهم يعني في الحياة، وما بتشعرهم إنه هذا الشخص مصاب بهذا المرض. كثير في شخصيات كبيرة كان معها مرض التوحد ويعني وعملت إشي كثير كبير ومنيح. أكيد لا، لأنه هو معه التوحد، لأنه أكيد مرضه أو حالته ما بتسمح له. وزي ما شفنا هاي آراء الناس، أما الرأي العلمي فبيقول، الرأي العلمي بيقول إنها كلهم بتطوروا، كلهم بتحسنوا ولكن بدرجات. نعم، اللي ذكاؤه عالي، اللي سمعته خفيفة وقليلة، اللي كان من هو وصغير على عمر 3 سنوات بتواصل مع أهله بالنظر، 4 سنوات بلش يحكي، هدول كلها بتقولنا دلالات على إنه تطوره رح يكون أحسن. فهي زي ما حكينا، هي عبارة اللي رح يجينا على 2 على 4 سنين بتختلف تماماً أعراضه، بصير يطلع، بصير يحكي، اللي بشوفه هيك طلع نظرة سريعة بقول لا مش توحد، إذا بقى أخذ تفصيلياً ورجع لورا وتبعه. فالكل بتطور ولكن بدرجات متفاوتة على الأقران. كل ما حطينا برامج أحسن واشتغلنا مع الطفل أكثر، طبعاً الأساس الأول هو قديش درجة الذكاء وقديش الأعراض، والأساس الثاني هو قديش رح نشتغل معاهم، لأنه الشغل الحقيقي زي ما حكينا من الأول ما في حبة، فيش حبة دواء، لكن هو الشغل رح تحكي لنا عليه الدكتورة سنة، رح تحكي لنا بالتفصيل العلاج الحقيقي للتوحد كيف رح يكون. طيب ممتاز، معناته تفضلي دكتورة أميرة وخلينا ننتقل لدكتورة سنة. دكتورة سنة، أنتوا أكيد تشتغلوا بتخيل كفريق مع مريض التوحد، مين أعضاء هذا الفريق؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا دكتورة أميرة، شكرا عنود. أهم إشي هو هذا وأحب أني أركز عليه، لنشتغل مع أطفال توحد لازم يكون عنا فريق متكامل. وزي ما حكت دكتورة أميرة، الإشي الوحيد اللي أثبتت الأبحاث اللي أعطتنا اللي كان الأطفال إلهم نتائج أفضل لما كبروا وقدروا ينخرطوا في المجتمع، هن الأطفال اشتغلنا معهم على بكير، واشتغل معهم طاقم من المعالجين. الطاقم بالعادة بيكون فيه معالجين النطق والسمع، معالجين العلاج الوظيفي، وأخصائي التربية الخاصة بشكل رئيسي، بعد ما يكون التشخيص تم عن طريق الطبيب المختص وتحول لنا المريض بكون موجود لعنا حتى نبلش مع العلاج. الإشي الثاني لو نحكي على المجتمع، زي ما حكى الدكتورة أميرة، إحنا في عنا كتير يعني مختلفين الأولاد عن بعض، يعني مش لازم كثير نقلق من هن وصغار على شو بده يصير. خلينا ناخذها خطوه، خلينا ناخذها، بدنا يكون نفسنا طويل في العلاج، وبدنا يكون كمان الاهالي منخرطين معنا في العلاج. نعم، طب شو رايك نشوف بس اذا جمهورنا عندهم اي اسئله بموضوع التاهيل والتدريب؟ سلاف تفضلي. هل تختلف خطه العلاج من مريض لاخر؟ شكرا يا سلاح، شكرا على هالسؤال. بالتأكيد بالعكس، كل طفل له خطة علاج مختلفة على الأطفال الآخرين، كل طفل من يعني يعامل كحالة واحدة، ما عنا رسبي، ما عنا وصفة بتعالج كل أطفال التوحد. كل طفل لازم يكون في دراسة معمقة للحالة تبعته، إيش هي نقاط القوة عنده، إيش هي نقاط الضعف عنده. زي ما حكى دكتور أميرة، كلهم عندهم نقاط قوة ممكن إنه نبني من خلالها. فكل طفل له خطة وأهداف بتناسب مجتمعه، بتناسب عمره، بتناسب العمر اللي بلش فيه، بتناسب احنا ايش شايفين قدراته الحاليه، وعلى اساسها بيمشي العلاج. فالطفل اللي لما بيجينا عمره 2 بتكون التركيز على اللعب، بيكون التركيز على النطق، بيكون التركيز على التواصل. لما بتحكي بيصير عمره 6 بنبدا نفكر بالاشياء اللي ما قبل المدرسه ومن المدرسه، وكيف ممكن نعمل مساند في المدرسه حتى انه يقدر يمشي اكاديميا. فكل طفل حسب المرحله وحسب شده التوحد، وكمان كل طفل لحاله له خطه مختلفه عن الطفل الاخر. قلنا بدايتها هم أطياف التوحد، فبتخيل كل طيف له تعامل، ما في 2 بيشبهوا بعض. نعم، يعني ما في 2 بيشبهوا بعض. بتقولي هاد توحد هاد توحد، تلاقيهم جدا مختلفين حتى بالطريقة اللي سماتهم تظهر ممكن تكون أنها مختلفة. طيب
شوف كمان إذا في أسئلة. سمر تفضلي. سمر حسن، أدب عربي سنة رابعة. بدي أسأل دكتورة سنة إنه هل مريض التوحد بيدخل المدرسة بشكل طبيعي أو في تأثير سلبي سواء عليه أو على الطلاب اللي بالمدرسة؟ مش كل أطفال ممكن يقدروا يدخل المدرسة، وفي أطفال ممكن إنهم يدخل المدرسة. في مدارس بتكون لحالها، بيكون الأطفال توحد لحالهم بالصف، ما بيكون معهم أولاد تانيين ما عندهم توحد. وفي مدارس اللي عم يصير فيها الدمج، واللي إحنا بنفضله الأطفال اللي عندهم قدرة، اللي عندهم قدرة مرة ثانية مش كل الأطفال، على إنهم يندمجوا مع المدارس. طبعاً بوجود المساندة، بدهم مساندة، بيكون بدهم أيام شادو تيتشر بترافقهم طول الوقت في أيام المدرسة. هاي المدارس بتكون مهيئة، فيها غرف مصادر، فيها أخصائيين تربية خاصة ممكن يساعدوا الطفل. تأثيره هذا أيام بيردد المدارس وبيردد الأهالي منهم يدمجوا الأطفال عندهم توحد، تأثيره على الأطفال اللي ما عندهم توحد. بالعكس الدراسات اللي كان فيها درست الأطفال توحد لما يكونوا مع أطفال ما عندهم توحد بالمدرسة كانت إيجابية للأطفال اللي ما عندهم توحد. نمت عند هدول الأطفال تقبل الآخرين، نمت عندهم الحب على مساعدة الآخرين. وهدول الأطفال طلعوا بثقافة ووعي على تحمل الأشخاص اللي عندهم أي توحد أو إعاقات مختلفة، يعرفوا أنه في حدا غيرهم بالدنيا، في حدا غيرهم وما أثر عليهم أكاديميا أبدا. فبالعكس إحنا يعني مشجع الأهالي اللي ما عندهم توحد، إذا ابنهم حكى لهم والله أنا في بابا في بصفي ولدي يمكن شوي غير، بالعكس يشجعوا على إنه كلنا زي بعض وكلنا بنحب نساعد بعض وكل حدا في عنده نقاط قوة وضعف ممكن إنه يكمل الآخر ويساعده فيها. طيب نشوف آخر سؤال من الجمهور معانا اليوم. دكتور عمر تفضل. عمر الحلحولي، مدرس قسم اللغة الإنجليزية جامعة الزرقاء. بس حابة أسأل الدكتورة سناء يعني عن دور الأهل في علاج مريض التوحد. شكرا يا دكتور. شكرا كثير على هذا السؤال. دور الأهل كثير مهم، لأنه الطفل بالذات في المراحل الأولى أو في المدرسة قد ما أخذ جلسات قديش بده يقعد؟ بده يقعد إنه ياخذ 5 جلسات وظيفة، 5 جلسات نطق، 10 ساعات في الأسبوع، مقابل الساعات الطويلة اللي بيقضيها الطفل مع أهله، مع أبوه أمه، مع إخوانه، مع عائلته في البيت. أول كتير بهمنا الأهل يكونوا واعيين على الخطة التدريبية اللي إحنا عملناها للطفل، ممكن يحضروا بعض الجلسات ويحاولوا الأشياء البسيطة يعيدوا زيها في البيت أو يكرروها في المنزل. الإخوان كتير مهم إنه كمان يكونوا يلعبوا مع أخوهم، ممكن يحضروا جلسات ويتعلموا كيف ممكن يلعبوا معه أو يتواصلوا معه بطريقة أفضل. الدراسات كلها اللي بتحكي على بسموها parent mediated interventions اللي هي العلاجات اللي الأهل هن الأساسيين فيها، أثبتت كتير فعالية عالية من العلاجات المنفصلة اللي ممكن يحضرها الطفل. فكتير منحب إنه الأهالي يركز على دكتورة أميرة، إنه لو أنا شايف، لو أنا حاسس، أهم إشي في العلاج اللي بيعطينا نتائج ممتازة العلاج المبكر. كل ما كان أبكر كل ما كانت النتائج كتير أفضل، وكل ما كان في عنا فريق متكامل. يعني أنا بركز إنه ما في حدا عنده الحل السحري، ما في حدا ممكن إنه يفيد الطفل لحاله، في عنا فريق متكامل لازم إنه يكون حتى إنه نحصل النتائج اللي إحنا بدنا إياها. جميل جدا. إحنا بآخر الفقرة نأخذ كلمة أخيرة أو نصيحة من المتخصصين اللي كانوا معنا. فدكتورة أميرة إيش ممكن هيك تنصحي بكمل؟ يعني النصائح حكيناها كلياتها، إنه الواحد ما يخافش شو ما كان الحالة أو الأعراض يجي ويطمن، كل ما أجا أبكر كل ما كان أفضل. صحيح. جميل. دكتورة سنة. أنا بحب أحكي الأهل إنه ما نيأس، العلاج بده وقت، وإحنا التوحد رح يمشي معانا في حياتنا، لكن إحنا بهمنا أشياء بسيطة يقدر يعملها الطفل. أي تقدم هو تقدم جيد، أي إشي بنحصله هو ممتاز، فما نيأس، ناخد نفس طويل، ناخد أيام بياخد وقت كتير ليبين معانا نتائج العلاج، فناخد نفس طويل وإن شاء الله مع بعض إن شاء الله نقدر نحقق أفضل نتائج لكل طفل اللي هو بيحتاجها. ممتاز. وأكيد إحنا بنتمنى أحلى طفولة لكل الأطفال وأحلى مستقبل، والأهل يكونوا فرحانين بأطفالهم إذا تعاملوا معهم بالطريقة الصحيحة ومع المتخصصين. شكراً كتير لكم، اليوم الحلقة كانت كتير مفيدة، أنتوا كتير غموض هيك هون وهون كان موجود بعقولنا وعقول أكيد اللي عم بيحضرونا. شكراً كتير لكم. شكراً لكم. إحنا رايحين على فاصل صغير وراجعين نكمل فقرات برنامج نبض. وصلنا هلأ لشباب التحدي، واللي إحنا متابعينهم صار لنا أشهر عمالهم بينزلوا بوزنهم، عم بينزلوا أرقام كبيرة ممكن تكون حلم لناس كتير. هاي الأرقام 20 كيلو و 18 سنتي من محيط الخصر. خلينا نشوف براء كيف لقيت التدريب، في حماس أكثر؟ طبعاً الشباب أجوا أكثر حماس، أكثر يعني هم بدهم يحاولوا ينزلوا بشكل أسرع في الفترة هاي المتبقية.
شفت في تحدي بين الشباب كان واضح بيناتهم. أحمد يعني ملتزم بشكل رائع، عماله يعني بنزل بالوزن، برضو علي ومحمد بنزلوا، لكن الفترة الأخيرة الإصابات كانت، والحمد لله تخطناها، راحت أوجاع المفاصل، فالتمرين رجعوا فيه بقوة، وإن شاء الله أنه خلال الفترة هاي يكون فيه تحسن على مستوى عالي ونفاجئ الجمهور إن شاء الله. حلو جميل، معناته خلينا نشوف تقريرهم للتمارين الرياضية لهذا الأسبوع. اليوم كان تدريبي شوي متعب، بس الحمد لله احنا قدها وقدرنا على نكون على قد المسؤوليه. امورنا الحمد لله كل يوم عن الثاني بتكون للافضل، واحنا في استمرار في تحسن كبير، والحمد لله يعني صار عندنا فرق شاسع بين ما اول ما بلشنا في التدريب لغايه اللحظه هاي، فالحمد لله وكل يوم عن الثاني اكيد امورنا بتكون للافضل، وان شاء الله للافضل على طول دائما. انزل فيها طبعا زي ما شفتوا معنا اليوم تدريبات كيف كانت. اليوم كانت شوي قاسية وكان في نوع من التعب فيها، بس الحمد لله تعودنا عليها، كل شيء صار عندنا طبيعي تقريبا. في كم من شغلة لسه مش متعودين عليها، لسه ما تعودنا عليها، بس إن شاء الله بالأيام الجاية والتمرينات الجاية راح يكون أفضل وأحسن، والله يوفقنا إن شاء الله. التمارين اليوم كانت صعبة كثير وقاسية، لكن اللياقة كان كل مرة على المرة بتزيد أكثر، فاستطعنا نتحملها ونستمر حتى النهاية في التمرين. استمر في تقدم مستمر، يعني نتحسن من جميع النواحي، الحمد لله الأمور تمام ومستمرين حتى النهاية. كل مرة بشوف الشباب بتحمس إني ألعب رياضة، منظرهم هيك بيحمس ونشاطهم. روان، إيش اليوم كان لك معهم؟ اليوم هلا رح نشوف تقرير الشباب، حاولت أعلمهم نقول مثل ما قلت لهم رح تعلموا السعرات الحرارية، حبيت أبسط عليهم كيف يحسبوا السعرات الحرارية بالأكل بطريقة إنه كيف يستخدموا إيدهم، يستخدموا أو يشوفوا الكميات مثلاً بالواقع قد إيه هاي الكميات حتى يقدروا يحسبوا سعرات حرارية. يعني لما أقول لهم مثلاً إفطاركم لازم يكون 200 سعر أو 300 سعر أو 400 سعر، يكونوا عارفين إيش الأكل ممكن يأكلوا. طبعاً أنا فهمتهم بالمحصل إنه أنا بهمني نوعية الأكل وليس فقط السعرات الحرارية، حتى عشان هيك أنا بهاي الفترة حاولت انه ابلش معهم بالاشياء البسيطه اللي هي كوجبه افطار ووجبه نقول عشاء وسناك بسيط، لكن تركنا الوجبه الرئيسيه لقدام. حلو جميل، خلينا نشوف معناته التقرير ونشوف قديش كل الاشياء اللي بنفطرها قد ايه عدد السعرات اللي فيها. كيفكم شباب؟ بتذكروا المره الماضيه عبينا استبيان، بهذا الاستبيان شفنا قد ايه انتم مستعدين انكم تبلشوا بحساب السعرات الحراريه للاكل وكيف بتقدروا تمشوا بدايه لقدام. اليوم مثل ما وعدتكم راح اعلمكم كيف تحسبوا سعرات حراريه بالاكل. الخطوه الاولى راح نبلش فيها اليوم اللي هي كوجبه الافطار ووجبه العشاء، ونقول الوجبات الخفيفه اللي بين الوجبات سواء كانت فواكه او حليب او غيرها. اليوم راح ناخذهم بخطوه عشان لقدام، الخطوه الثانيه تكون بالوجبات الرئيسيه او لما نشتري اي شيء مكتوب عليه نقول النيوتريشن فاكت، تعرفوا كيف تقراوا. زي ما انتم شايفين هلا في قدامكم انواع كثير من الخبز على الطاوله، بدي اياكم تعرفوا قد ايه سعرات حراريه بكل نوع من الخبز، عشان اذا بتذكروا وقتها انه كان في عندكم استفسارات هذا الخبز قد ايه فيه وقد كل نوع خبز شو فيه سعرات حراريه. اول شيء لازم ناخذ بالنا انه الخبز الابيض والخبز الاسمر نفس السعرات الحراريه. هلا البسكوت كم سعر فيها؟ هلا بنحكي اذا كان انواع البسكوت المختلفه، والبسكوتات فيها سعرات حراريه حسب نوعها، تقريبا نقول البسكوت بين 50 وال 70 سعره، لكن اذا كنا عم نحكي عن قرشله كقطعه زي هاي تقريبا بحدود ال 80 سعره حراريه، وتقريبا القطعه من هاي تقريبا بحدود ال 30 ل 40 سعره حراريه. انا كمتوسط اعطيتهم هدول الصحن زي هيك 200 سعره حراريه كمتوسط، لانهم حلين وفيهم سكر. بدي اسالك بس عن الجبنه، الافضل تكون منوعه كثير مثلا او حلوه يعني او مالحه او وسط؟
هلا بالنسبه للجبنه احنا عاده بنحكي محتوى الملح الموجود فيها بياثر عليك اذا عندنا مشاكل في الضغط او غيره. هلا مبدئيا احنا بنحكي الجبنه عاده احنا لما نكون حاطينها ميه ملح للحفظ بتكون كثير نسبه الملح عاليه فيها، واحنا ما بنفضل حميه فيها ملح عالي. مين الافضل الواحد ياكل تفاحه ولا التمر؟ هلا هي بتفرق، رح ننتبه انه 3 حبات التمر هدول الصغار بيعادلوا حبه تفاحه، فاذا انت بتحب تاخذ طعمه حلو يعني انت جعبالك طعمه حلو بقول لك بدل حبه التفاحه خد 3 تمرات صغار، لكن اذا انت حابب تاخذ شيء يعبي لك بطنك اكثر تاخذ فيه وقت اكثر وانت عم تاكل ممكن تاخذ التفاحه. من حيث السعرات الحراريه كوجبه خفيفه كلهم بيعادلوا بعض. زي ما شفنا روان قالت للشباب عن حجم السعرات الحرارية بشوية أشياء إحنا متعودين عليها بالفطور. بالضبط. حبيت أخليهم يتعاملوا بإيدهم أو يتعاملوا بنقول نعلمهم السيرفينج سايز لكل نوع. أنا هون محضرة صورة كنت تبسط للناس اللي بيشوفوا عادة قد في عنا أو كيف نقدر نستخدم أشياء بسيطة مثل إيدنا. مثلا يعني بكل بساطة نحكي كفة اليد بهالمقدار هذا مقدار تقريبا نقول 90 جرام من اللحمة أو الدجاج أو السمك. يعني لما أقول لشخص أنت بدك تأخذ مقدار 90 جرام أو 3 أونصات هو إذا حطها بإيده هيك هي هذه القيمة. لما نحكي مثلا يعني تقريبا قد فيها سعرات حرارية؟ تقريبا حسب نوع اللحمه والدجاج بتتراوح من 150 ل 300 سعره حسب قد ايه فيها دسم نوع اللحم لون نوع الدجاج او السمك. فبنحكي 150 ل 300 حسب الدسم اللي فيها. مثلا الشيء الثاني مثلا اذا كنا مثلا بدنا ناخذ بقول لهم نص كوب من المعكرونه او من او النشويات وغيره هي مقدار يدنا من هون اللي هي هاي القيمه هاي نص كوب باي هاي بنعتبرها او ممكن نقدرها بسكبه اللي هي ايدك وحب تحط فيها بصحن هذا مقدار نصف الكوب تقريبا نصف الكوب عم نحكي عن 100 سعره حراريه. بالنسبه ل نقول مثلا مقدار كم كفة اليد كاملة مثلا نقول هي مقدار كوب بنحكي كوب كمشة كاملة هي كوب. ممكن نعادل بالكمشة هي حبة الفاكهة كمان يعني مثلا أحكي لك مثلا حبة تفاحة برتقانة أو خصلة عنب مقدار كمشة إيدنا هي حبة فاكهة اللي هي تقريبا أو بنحكي لها بول التنس أو كرة التنس هي مقدار حبة فواكه تقريبا فيها 60 ل 80 سعرة حرارية. هلا بالنسبة للأنواع مثلا نقول من إصبعنا مثلا إذا كنا عم نحكي عن معلقة مقدار مثلا نقول معلقة صغيرة فهي إيدنا من هون، وإذا بنحكي عن معلقة طعام هي من الإبهام هذا المقدار. طبعا هاي كتير نحسب فيها الدسم الدهنيات عادة معلقة الزيت نقول مثلا عندك معلقتين زيت صغار في اليوم مش أكتر من هيك إذا بنحكي عن زبدة أو غيرها. هاي الشغلات البسيطة اللي عادة إحنا بنعلم الناس كيف يستخدموا ايدهم ببساطه اساسيات يعني كثير ناس ممكن يستصعب يقول لك ايش يعني 90 جرام ايش يعني صحيح. معلقه كذا هيك بايدنا بتكون ببساطه بنكون عارفين. حلو جميل وهيك الواحد بيقدر يحسب. واحنا حافظين قلنا انه 2000 تقريبا للشخص العادي باليوم 2000 سعر حراري بنقول مثلا بتراوح بين الاشخاص الاول الرجال بين 1800 ل 2400 للسيدات بين 1000 وتقريبا 400 ل 1600 1800 حسب حركتها نشاطها وزن فبتتراوح. حلو جميل جدا شكرا كثير وان شاء الله شباب التحدي بيضلهم معاكم على التحدي وعلى النشاط والحماس. خلينا نروح على فاصل صغير ونرجع مع تمارين رياضيه مع كابتن براء قبل ما ننهي برنامج نبض لهذا الاسبوع. وقت الرياضة والتمارين مع كابتن براء، ايش تمريننا اليوم؟ اليوم تمريننا راح يكون على الارض، تمريننا هيب فلور اكستنشن لعضلات اسفل البطن مع عضلات الجلوتس اللي هي المقعدة. نعم. بدنا ناخذ احد الجمهور. تفضل. تمرين كالاتي، الجثوة بكون على الركب، بحط ايدي هون، بالبداية بدخل رجلي لجوا النين بحيث اشغل اسفل عضلات البطن. بطلع بوش بحيث اني اشغل عضلات اللي هي كونتراكشن لعضلات الجلوتس المقعده. نفس مهم مع المقاومه اللي هي مع الحركه زفير هون شهيق. اوكي تفضل. فراسك طلع قدامك شوي ممتاز. هلا العضلات اللي بتكون شغاله بهذا التمرين طبعا بدنا نركز على النفس. عضلات اثناء ما هو بيحاول يدخل رجله للداخل بنشغل عضلات اسفل البطن. استمر عبد الله. عضلات اسفل البطن لور ابس بحيث اني بس اثبت هون بهاي المنطقه بشغل عضلات المقعده الجلوتس الهبس مع عضلات بيصير في عندي ايزومتريك على ثابت انقباض للعضله الخلفيه الهامسترينج. استمر. النفس مهم طبعا رفع الراس مهم حتى
عملية تنزيل الرأس رح يصير في عندي سمر بالحركة، عملية تنزيل الرأس بصير في عندي ضغط على الفقرات، بالتالي ممكن أنا أقطع كمية الأكسجين بتروح للعضلات العاملة. مهم إنه في الحركة أنا زفير، استمر عبد الله، زفير، من رجع باخد شهيق، زفير، رجع باخد شهيق. يعطيك العافية عبد الله. تمام، شكرا كثير يا عبد الله، شكرا براء على هاي التمارين، وخلينا نروح على فاصل صغير ونرجع لبرنامج نبض. برنامج نبض وصل لنهايته للأسف، فلازم نشكر فريق نبض الصحي، شكرا كثير لكم، شكرا على حلقة اليوم. وأنا وياكم بدنا نشكر كمان الجمهور، شباب وصبايا جامعة الزرقاء، شكرا لكم. وزي ما شفنا حلقتنا وجولتنا معكم خلصت لليوم، وخليني قبل ما أنهي الحلقة أشارككم بملاحظة عم بتمر معي طول ما أنا عم بحضر للحلقات وبقرأ دراسات وأبحاث واكتشافات جديدة. اللي لاحظته بقوة بوضوح إنه المشي لقدام والتقدم، لأنه في ناس تمشي لقدام وفي ناس بتقعد سنين وسنين بتتحرك بس بمحلها للأسف. فالمشي لقدام والتقدم والنجاح والتميز بيحصلون الناس اللي ما بيقبلوا كلمة عادي، يعني عادي أتأخر ساعة مش مقبولة عندهم، عادي اليوم ما أعمل إشي خلاص معي الأسبوع الجاي، هاي ما إلها مكان عند المتميزين، عادي إني عملت غلطة وكررتها أكثر من مرة برضو هاي مش موجودة عند الناجحين، ولا عادي إني كنت بطيء، لأنه فعلا مش عادي. التأخير بأي إشي مش عادي، البطء مش عادي، الإهمال مش عادي، وإحنا كناس بدنا نعيش صح، مش لازم نقبل كلمة عادي، مش لازم نقبلها. العادي أنانية والاهتمام محبة وإيمان، العادي سلبية بس الاهتمام دافعية، العادي استهتار والاهتمام مسؤولية، العادي تدهور والاهتمام تقدم وتطور. الفرق بين العادي وبين الإحادة المهتم هو ببساطة الفرق بين الحضارة والخسارة. الناس اللي عم تخترع أدوية وبتعمل دراسات وبتطلع نتائج أبحاث وبتكتشف كل يوم ما قالوا ولا على أي إشي غلط، عادي مش مهم، هي وقفت على هاي. هاي العبارات هي اللي بتقتل النجاح وبتقتل الحياة كلها كمان، والحياة لأنه ساعاتها وأيامها كتير أثمن من إنه نضيعها بالعادي. نتمنى لكم إحنا أسبوع يكون كله اهتمام وإخلاص ومحبة، وأسبوع يكون مش عادي لكنه كله تميز وتركيز وتألق ونجاح. منلاقيكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد مع مواضيع جديدة، وإلى اللقاء.